مرحبا يا رفاق، متحمسون لكأس العالم؟ يمكنكم إعداد بطولة كرة القدم هنا في بلدة الوحوش؟ إنها فكرة رائعة. أراهن أن مايلو وميتش سيساعدون، إنهم يحبون كرة القدم. هاي يا رفاق، هل يمكنكم المساعدة؟ مافريك يريد أن يقيم ملعب كرة قدم حتى يكون لبلدة الوحوش كأس عالم خاص بها، هل ستشاركون؟ أنت محق، يبدو أن هذا المكان مناسب جدا للمباراة. حسناً، هناك ثلاث مباريات. مافريك سيلعب مع مالكوم، ومايك سيلعب مع ماكس، والفائزان سيلعبا مع بعضهما. مستعدون؟ لقد فاز مافريك في هذه اللعبة. يبدو أن ماكس فاز في هذه المباراة. مافريك، ماكس، أنتما يا رفاق في المباراة النهائية. Two!
مافريك، هذا مذهل، لقد فزت في المسابقة. لقد قمتم بعمل رائع اليوم يا رفاق، هل استمتعتم؟ لا يوجد ما هو أكثر متعة من ممارسة الأنشطة الرياضية مع الأصدقاء. إلى اللقاء، استمتعوا بوقتكم. مرحبا ميا، يبدو أنك تقضين وقتا ممتعا اليوم. ميا، هذا مثير للإعجاب، لكن احترسي أيضا. أوه لا، احذري ميا. أوه عزيزتي ميا، هل أنت بخير؟ لقد قمت بكسر أحد الأنابيب أثناء سقوطك. الآن الماء سيغمر البئر بالكامل. يجب أن نستدعي مافريك. سنعود إليك سريعاً ميا. مرحباً مافريك الصغير. لما أنت حزين هكذا؟ ألاحظ ذلك، تمنيت لو أن ترامبولين يمكنه أن يقذفك في الهواء ويجعلك تطير. أتمنى أن تتمكن من ذلك في النهاية صغيري. بالمناسبة لدينا مهمة لك. ميا كانت تقوم ببعض حركات الطيران بينما علقت في البئر وهو على وشك أن يغرق بالماء. هل يمكنك البحث عن مساعدة سريعاً؟ هل ما زلت هنا؟ لقد امتلأ نصف البئر بالماء مافريك. من يمكنه مساعدتنا في إنقاذ ميا؟ مايلو وميتش بالتأكيد، لننطلق لطلب المساعدة منهما. مرحبا أيها الرافعات الوحشية، لقد حدث شيء لي. يا رفاق يا رفاق، انصتوا يا رفاق، مافريك يحتاج مساعدتكم. ميا عالقة في البئر وهو على وشك الغرق، هل يمكنكم مساعدتها؟ ممتاز، هيا بنا إذن. اسرعوا يا رفاق، إنها تغرق. لا تقلقي ميا، مافريك أحضر معه المساعدة لإنقاذك. لقد اقتربتم منها جدا يا رفاق، استعملوا الصنارة.
أمسكنا بها. ميا، حاولي أن لا تسقطي مجدداً. شكراً لمساعدتكما أيها الرافعتان. لقد قمتم بعمل رائع عندما عملتم بروح الفريق. الآن كيف ستصلحوا هذه الأنابيب؟ أوه عزيزي، مافريك، ميا تريد أن تأخذك في جولة حول المدينة لتشكرك. إنك تطير أخيراً مافريك، استمتع بوقتك. حسناً حسناً، يبدو أن هناك سباقاً كبيراً يحدث هنا. واو مارتي، إنك تتباهى بقدراتك. لا تكن واثقاً جداً مارتي، السباق لم ينتهي بعد. يا إلهي مارتي، احترس. هناك ثقب في الأسفل مارتي، تمسك جيداً. مارتي، أين مو؟ لا يوجد له أي أثر، هل تراه؟ الحمد لله، إنه هناك. انتظروا يا رفاق، مافريك يمكنه مساعدتكم. هاي مافريك، مارتي ومو يحتاجان مساعدتك، هل يمكنك الذهاب إلى البحيرة الآن؟ أترى ما يحدث مافريك؟ عليك الذهاب إلى هناك بسرعة. مرحباً ميا، أنت ماهرة ولكن احترسي من فضلك حتى لا تصطدمي بأحد المخاريط، حسناً؟ ميا، ها هو مافريك، هناك حالة طوارئ. مارتي ومو في خطر ويحتاجانك، إنهما على الشاطئ، هل يمكنك القدوم؟
انظري ميا، ها هما، أسرعي. انتظر من فضلك مو، ميا ستعود إليك. لقد فعلتموها يا رفاق، أنتما على وشك الوصول إلى الشاطئ. هل أنت مستمتع بالرحلة مو؟ عمل جماعي رائع أيها الأصدقاء. مارتي، يبدو أن مافريك قام بإصلاح الثقب، تبدو جيدا الآن. إذن هل ستبدأ السباق مجدداً؟ مو يقول أنه تعرض لكثير من المتاعب اليوم، لكن يمكنكم أنتم أن تتسابقوا. ما رأيكم بسباق بين ميا ومارتي؟ الهواء ضد الماء؟ ما رأيكم يا رفاق؟ حسناً مافريك، هل تبدأ العد؟ اجهزوا، استعدوا، انطلقوا. حظاً موفقاً لكم أيها الوحوش، واحترسوا هذه المرة، نراكم لاحقاً. مرحباً مايلو وميتش، يا له من يوم جميل. إلى أين أنتما ذاهبان؟ يبدو أن عليكما أن تختارا بين هذين الطريقين، أيهما ستختارا؟ هيا يا رفاق، لا تتشاجرا على هذا، من أي طريق سنتجه؟ الآن سنقوم بعمل قرعة بقلب العملة لحل المشكلة. ميتش، أنت وجه العملة ومايلو ظهرها. حسناً، جانب الشاحنة الوجه، وجانب رقم واحد هو الظهر. ممتاز، لنقم بقلب العملة. حسناً، لنرى، إنه الوجه يا رفاق. إذن ميتش من فاز، وهو سيحدد الطريق الذي يريده. مايلو، ميتش، انظرا إلى هذه الشجرة المذهلة. يا رفاق، يبدو أن هناك شيئاً أعلى الشجرة، لنرى ما هو. هل تريان ما أرى؟ إنها كعكة عملاقة. ماذا تفعل هذه الكعكة هنا؟ هذه الكعكة تبدو مشهية. مايلو لا يريد أن نأخذ الكعكة عن الشجرة ماتش، ماذا لو كانت لأحدهم؟ حسناً، لقد وجدناها وانتهى الأمر، لما كل هذا الجدال؟ ليس مجدداً. لا، مايلو، ميتش، احترسوا. أيها الرافعتان، هل يمكنكما الوصول إلى الناحية الأخرى للفارع؟ حسناً، لا داعي للقلق، مافريك سيخرجكم من هذه المشكلة فوراً، انتظرا هنا قليلاً. هاي مافريك، مستمتع بهذا الطقس الجميل؟ شمس مشعة ومثلجات، حسناً، لا تحتاج أكثر من ذلك.
أوبس، هذا ما تحدثت من أجله. لنرى ما يحدث مافريك. أنت تعرف ما عليك فعله مافريك. أهلا سلام يا. مرحبا يا رفاق، إنها فكرة جيدة لإنعاش نفسكما في هذا اليوم الحار. خذ نفسا عميقا مافريك وحدة. ماكس، مايلو وميتش يحتاجان مساعدتك، إنهما عالقان في حريق ولا يمكنهما الخروج منه. نأسف مارتي، ماكس عليه الذهاب وسيرجع للعب معك لاحقاً. أي طريق ستختار مافريك؟ هناك، انظر، عملة معدنية، لابد أنهما اتجها من هذا الطريق. انظرا إلى هذا الدخان، عليكم الإسراع يا رفاق. مايلو، ميتش، هل أنتما بخير؟ انتظرا. اهدأ من فضلك مافريك، ماكس سيعالج الموقف. مذهل ماكس، شكرا جزيلا لإنقاذك الرافعتان. كيف تشعران الآن أيها الرافعتان؟ شكراً لك مافريك أيضاً، أرأيت؟ لا داعي للقلق. الآن مايلو وميتش ما زالا يتساءلان كيف وصلت الكعكة إلى قمة الشجرة. أوه صحيح، مافريك قام بتخبئة كعكة عيد الميلاد هذه لكما لأنه علم أن اليوم عيد ميلادكما، لكن أراد الانتظار لليل للاحتفال لأن الجو حار جداً. صحيح، هذا يفسر كل القلق. لقد اعتقدت أن كل ما حدث بسببك. حسناً مافريك، كل شيء على ما يرام الآن. أنت محق مايلو، حان وقت تناول الكعكة. يا إلهي، أخيراً اتفقتما على شيء يا رفاق، لابد أن معجزة تحدث هنا. سهلة يا أولاد، أحسنتم عملاً. استمتعوا بكعكة عيد الميلاد أصدقائي، نراكم لاحقاً. مرحباً مارتي، يبدو أنك لا تلعب هنا وحدك. معجب بذلك؟ تريد أن تري ميا كم أنت سريع؟ يبدو أن أشعة الشمس تعمي مارتي. احترس مارتي، هناك انحناء في الطريق. هل تريه ميا؟ علينا الاتصال بمافريك. مرحبا مافريك. مافريك، هناك حادث على المنحدر الصخري، نحتاج مساعدتك. مارتي كان يحاول أن يثير إعجاب ميا، لكنه وقع عن المنحدر.
عملاو مينا ما. أنت محق، ربما نحتاج مساعدة ميريندا أيضاً. ميني ماري بابو مانا مانا وما مينا ماما. أوه أعزائي، أتتشاجران مجدداً؟ الحمد لله الإصابة بسيطة. مافريك يحتاج مساعدة ميريندا. مارتي في مكان ما في الغابة. ماما ما. لا يمكنك رؤيته، لكن لابد أنه هنا. ماذا هناك؟ إنه مارتي. أنت محظوظ أنك وقعت على الشجر مارتي. نقطة مهمة، كيف سنقوم بإنزاله؟ ماما بينا ما. بالطبع، ميا يمكنها دفعه خارج الشجرة، وأنتما الاثنان اصنعا له سريرا من الأوراق ليهبط عليه. ميا، هل يمكنك الذهاب ودفع مارتي قليلاً؟ مستعدون؟ سيهبط الآن. لا بأس مارتي، ميا ستجعلك تتحسن. أنت محظوظ بأصدقائك المخلصين مارتي. نراكم في المرة القادمة أيها الشاحنات الوحشية. مرحبا ميا. واو، يا لها من لوحة رائعة. ما زلت تتعلمين؟ حسنا، أنا معجبة جدا بها. مرحبا مارتي، ماذا تريد أن تفعل؟ هي، هذا تصرف سيء.
أوه عزيزتي، نأسف لما حدث للوحتك ميا. يمكنك أن تبدأي مجدداً، وأنا متأكدة أن مافريك يمكنه مساعدتك في تلقين مارتي درساً. هاي مافريك، لا وقت للأكل. ميا تريد أن تتعقب مارتي. مارتي أتلف لوحة ميا وقام بالهرب بعد ذلك. هل يمكنك مساعدتنا في إيجاده؟ ممتاز، شكراً مافريك. هيا جهز نفسك. بلابو. توقف. بعد بل. مرحبا مو، لديك بعض الخدوش في طلائك، صحيح؟ ماما. أوه، فكرة رائعة مافريك. مو، هل يمكنك مساعدتنا في تعقب مارتي؟ مذهل، لننطلق لإحضار ميا أيضا. مرحبا ميا، مافريك هنا لمساعدتنا في إيجاد مارتي، ومو أيضا سيساعدنا. فكرة جيدة، يمكننا إيجاد مارتي بسرعة إذا قسمنا أنفسنا. حسنا، إذن هيا بنا. أنا لا أراه في أي مكان هنا. لا أثر لوجود مارتي هنا أيضاً. هاي، أليس ذلك هو؟ يا رفاق، ميا وجدت. أسرعوا. يمكنك استعمال محركات سرعتك للحاق به مافريك. هذا كل ما في الأمر. واو. هاي واو. هاي، إنه يحاول الهرب. أوقفه مو. أحسنت عملا. هذا ما يحدث لك عندما تؤذي الناس مارتي. هل تريد مساعدة لإخراجك من الوحل؟ ماما، بينا. مافريك محق، عليك الاعتذار لميا أولاً لإتلافك لوحتها. أرأيت؟ هذا ليس صعباً، وميا سامحتك. الآن دعنا نخرجك من هذا الوحل. هل يوجد حبل مع أي منكم؟ ممتاز، حسناً، الآن اسحب. تعتقد أنه من العدل أن تقوم ميا بالتدريب على الرسم على مارتي؟ فكرة ممتعة. واو، لقد اختفت الخدوش بالكامل. أحسنت عملا ميا، والشكل أجمل من استعمال اللاصق. ماما.
تبدو مذهلا أنت أيضا مارتي، لكن عليك أن تفكر مرتين قبل أن تقوم بإيذاء أي من أصدقائك، خصوصا من يرسم منهم. عمل جماعي رائع اليوم يا أصدقاء، نراكم في المرة القادمة يا رفاق. Woo!